مرحبا وأهلا فيكم. ناقلت حسابات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الأخبار المحلية على الإنترنت صرخة لرجل أعمال صناعي أمين غرفة صناعة حمص بيتطابق ما جاء فيها مع الحكي اللي حكيته أنا امبارح بتسجيل امبارح حول سبب الوضع المتردي الوضع المعيشي المتردي للمواطن السوري، ويلي بيقول بانه ممكن هلا، على فكره انا لوضح، ممكن بكل دول العالم بيطلع تاجر، تاجرين، صناعي، صناعيين، 10 بيحبوا يحتكروا، بيقوموا بمخالفات، بيغشوا، ولكن لا يمكن انه نحن نوصف كل التجار والصناعيين بالاحتكار والغش والجشع والطمع والى اخره. فالتاجر عم بيحكي بهالنقطة بالتحديد وعم بيقول مثل ما ذكرت امبارح انه السبب الاساسي لتردي الوضع المعيشي هو انهيار سعر صرف الليرة السورية. كان 50 ليرة صار 3000 مثل ما حكينا، وارتفعت الرواتب والاجور بنسبة واحد او اثنين، بينما التضخم ارتفع اكثر من 100 مرة. يعني اعطيكم مثال، بتركيا بالعام 2011 كان الحد الادنى للرواتب والاجور 700 ليرة سوري، اليوم اكثر من 3200 ليرة. ضاعفت الأسعار 5 مرات وضاعفت الرواتب والأجور 5 مرات. كل حكومات العالم ممكن يصير في عندها تضخم، ممكن يصير في عندها مشاكل، ولكن دائما تعوض المواطن بما يتناسب مع هذا التضخم. هيك بتنحل المشكلة، مو بالتضييق على التجار والصناعيين، وهذا تماما يلي كان عم بيحكي فيه الصناعي المذكور. وأنا عموما يعني دائما نحن بسوريا والحاكم عنا والحكومة بيحلوا المشاكل بطريقة أنا فيني سميها خلق الطوائف. شو يعني خلق الطوائف؟ بمعنى أنه عندنا مشكلة، مثلا نحن اختل الأمن، نخلق مجموعات طائفة، مجموعة هي مجموعات مسلحة، ونصمة بالإرهاب مننا وفينا، ونزرع العداء بيننا وبين باقي أفراد الشعب. عندنا وضع يعني إداري سيء، ما عندنا خدمات بلدية، ما عندنا جودة خدمة عامة وخاصة في البلد، وعم نفشل سنة بعد سنة بتقديم الخدمات مثل دول العالم كلها. بنخلق طائفة بنسميها الفاسدين، وبنزرع العداء بيننا وبين المجتمع. توقف الاقتصاد، انهار سعر صرف الليرة السورية، شو بدنا نعمل؟ نخلق طائفة اسمها، يعني هي موجودة ولكن من 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 اطرها بإطار واحد، ونعمل منها طائفة التجار والصناعيين، وبنزرع العداء بيننا وبين المجتمعات المحلية، وهيك نحن كحكومة وكحاكم بنطلع منها براءة. يعني مين اللي كان المسؤول؟ مين اللي لازم يعالج هالأمور في حال كانت الطوائف موجودة أو الممارسات موجودة أو غير موجودة؟ على فكرة كل دول العالم ممكن يصير في عندها مشاكل، ممكن تواجه حروب، ممكن تواجه ضغوط، ممكن يعني مر كثير من المشاكل الكبيرة قدامها، وكفاءة القيادة والإدارة والحاكم والحكومة هي في إدارة البلد أثناء المشاكل، أثناء الظروف غير الطبيعية. هلا في الظروف الطبيعية، في ظروف البحبوحة وأنه كله منيح، مين ما كان بيدير البلد؟ جيب طفل عمره 6 سنين بيدير البلد. الكفاءة بتبين بالظروف الاستثنائية، كيف نحافظ نخفف الأضرار ونحافظ على حياة كريمة قدر الإمكان للناس. أما نحن بناخذ المنيح كل ما صار فيه، يعني أي لو فاز فريق كرة قدم بلعبة بننسب الفضل للقيادة، وإذا تهدم البلد وتفكك وما ضل في دولة ولا ضل في مواطن، نعلق نحن ببعضنا، بنخلق طوائف منعلقة بين بعضنا، ونطلع نحن كحكام منزهين أقرب إلى الآلهة. يعني لأن الإله لا يؤاخذ يعني ولا يتحمل مسؤولية، دائما لازم نوجه له الشكر والعرفان بالجميل حتى على المصائب اللي بتصيبنا. طيب هذاك إله، ولكن الحاكم ليس إله. هلا من جديد، يعني في إطار طائفة التجار والصناعيين، تخيلوا بالمرسوم الأخير في مادة ما عدا العقوبة يلي بينال التاجر أو الصناعي في حال خالف حط سعر زائد أو ما أظهر فاتورة، في عقوبة يلي هي غرامة وممكن توصل للحبس. عطوا الوزير صلاحية بسموها الإغلاق الإداري، بمعنى أنه من يمكن يوم ل6 أشهر ممكن يقول أنا بدي سكر المحل لأنه خالف بعض البنود من السعر الزائد وعدم اعطاء فواتير والامتناع عن البيع في كثير من الاحكام. فبيجي الوزير او من يفوض الوزير بيقول انا بدي اغلق هذا المحل اداريا، اداريا يعني قضائيا، مو بناء على حكم قضائي،
هو بقى كيف بيقرر انه المحل مخالف او مخالف او مخالفته صحيحه الله اعلم. فبيغلقوا اداريا مثلا، اغلقوا لمده شهر. هلا التاجر فيه يفتح، بس بده يدفع عن كل يوم مبلغ بين 50,000 ليرة سوري الى 1,000,000 ليرة سوري عن كل يوم، بقى بحسب وزن التاجر وحجم عمله. يعني فيكم سموه أتاوي. يعني انا بصراحه بعمري ما سمعت بهيك شيء قبل المره، وهذا الشيء ما كان معمول فيه بسوريا. يعني اذا هذا كان مخالف ليش عم تخليه؟ واذا هو تعاقب قضائيا شو يعني اغلاق اداري؟ وشو يعني انه انت بتغلق المحل واذا هو دفع اتاوي عن كل يوم بتسمح له يفتح؟ والسؤال الاهم، هل المبلغ اللي بده يدفعه كان 50,000 ولا 1,000,000 ليرة سوري يوميا؟ لمين بده يحمله؟ في تاجر بيشتغل بخساره؟ اذا كان هدفكم انتم المواطن مو التاجر بالنهايه او الصناعي، رح يوجد طريقه ليحمل الخسائر والمبالغ يلي عم يدفع على المواطن نفسه ورح تزيد التكلفه عليه؟ هيك تماما بقى نحن فعلا بكرس موضوع الطائفه بيناتنا وبنعلق بين بعضنا، وبصير الطائفه هي عباره، طائفه التجار والصناعيين هي شيطان رجيم، مثل ما صاروا كثير من القطاعات الجغرافيه والعرقيه والطائفيه هي عباره عن طوائف مكروهه من بعض البعض. كمان هلا ضمينا لهم التجار والصناعيين لحتى نكرههم ونحملهم المسؤوليه، وبيضل الحاكم بدون مسؤوليه، بدون ما نحسن نوجه له اي لوم، قاعد منزه على رؤوسنا مثل إله. شكرا لمتابعتكم، شكرا لدعمكم للقناة من خلال الاشتراك فيها، وإلى اللقاء.